تحية شارقية أنوارها قاسمية، بالفخر ضاء سناها في القبة الفلكية. كانت الأحلام تداعب النفوس وتمر على الخواطر، فصارت تلامس العيون وهي تتلألأ أمام مرأى الجميع. اليوم في الشارقة يشمخ صرح علمي كبير انبعث من فكرة عظيمة فجسدها العزم والإرادة حقيقة في الواقع، حملت اسم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. إنها نقلة تاريخية في مراحل التطور العلمي، وإضافة مهمة لمراكز البحوث العلمية وبحوث الفضاء والفلك عالميا، وخطوة جبارة للانتقال إلى مرحلة أكثر تخصصية للولوج إلى عصر البحث الفلكي ودخول الشارقة عصر الفضاء. ها هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، يصافح مستقبليه من أصحاب السمو الشيوخ ومعالي الوزراء والمسؤولين. ففي هذا اليوم تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، الذي يعد مركزا تقنيا علميا ومعرفيا وتراثيا وسياحيا، بل ويمثل أصالة التراث العربي والأسلامي في رصد الكون ومحتواه وربطه بالمعاصرة وأعظم وأحدث تقنياتها، ويعمل على تنشئة أجيال من الشباب تهتم بعلوم الأجداد من العرب والمسلمين. وفي القبة الفلكية التي تحتوي على مجموعة حواسيب بالغة الدقة من أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الرصد والفلك، شهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور من الشيوخ وأصحاب المعالي والمسؤولين وأساتذة وطلاب الجامعات حفل الافتتاح المشهود الذي بدأ بالسلام الوطني. بعد ذلك كان خير افتتاح لهذا النجاح آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. في حفل افتتاح مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك تحدث الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بداية عن مراحل إنشاء المركز منذ أن كان فكرة. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله ورعاه، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، السيدات والسادة الزملاء، أيها الحفل المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا حلم كبير، حلم قد تحقق اليوم بفضل وتوفيق من الله العلي القدير، حلم لا تعلوه إلا الإرادة والعزيمة السامية التي لا هم لها في كل ما تبني وكل ما تشيد وكل ما تصنع إلا الفوز بأجر من يحسن عمله، ذلك الوعد الجليل الذي وعد الله به عباده من المؤمنين. فهنيئا لك يا صاحب السمو، هنيئا بهذا الأجر، هنيئا بهذا الأجر العظيم الذي سنشهد به جميعا عند الله يوم العرض عليه سبحانه وتعالى، وهنيئا لنا ولكل من حظي بشرف العمل تحت إرادة سموكم ضمن هذا المنهج وضمن هذا الرجاء من الله تعالى بأن يحقق لنا جميعا هذا الأجر الجليل الذي يشرفني أن أستعرض جوانب منه على حضاراتكم الآن من خلال فيلم قصير جدا تم إعداده ليس لتجسيد مراحل الإنشاء والإنجاز فحسب، بل ولأشهدكم أنتم أيضا على حرص سموه حفظه الله ورعاه على جودة العمل واستحسان الأفضل له وفي جميع مراحله. صاحب السمو، الحضور الكرام، في هذا الفيلم القصير اللي قد يأخذ 10 دقائق تقريبا سنشهد مراحل إنجاز المشروع. هذه بعض الأشكال الواضحة أمامكم، هذه رسمت بخط صاحب السمو في أول أيامنا لما بدأنا بالمشروع، سأتكلم عنها بالتفصيل. لاحظوا المجرة اللي أصبحت شعار المركز، لاحظوا القبة الفلكية الصغيرة الحمراء، هذه القبة نفسها اللي احنا بيها اللي هي نصف كرة، وفوقها كرة أخرى حسب توجيهات صاحب السمو وفكرته أنه تكون الشمس، بحيث مركز علوم الفضاء والفلك يكون مركزه الشمس، وهذه أيضا القطعة الأرض اللي أعطانياها واللي الآن نحن فيها، وواضح خط صاحب السمو كيف وزع العمل، كيف خطط إلى المبنى الرئيسي وثم الباب الرئيسي للمشروع، بالتالي بعدين زاد بمساحة الأرض حتى لتكون بيضاوية لأن مدارات الكواكب كلها بيضاوية، فأعطانا زيادة بالأرض بحيث أصبحت حوالي 350,000 متر مربع. هذه أول ما بدأنا كانت الأرض صبخة قاحلة، ثم بدأنا بالعمل ثم تعديل بمساعدة الشركات المحلية والشركات الأجنبية، وهكذا بدأ العمل. في عندما بدأ العمل صاحب السمو الله يحفظه كان دائما معنا تليفونيا من خلال زياراته للمشروع، وبدأت الاجتماعات. هذا أول توقيع مع شركة سكيس السويدية للقبة الفلكية في قصر العامر، هذا التوقيع الثاني مع شركة بادر الألمانية للتلسكوب والمرصد. هذه الصورة اللي ذكرناها، تلاحظون كيف تناغمت مع المبنى الرئيسي، الصورة اللي رسمها صاحب السمو كيف تناغمت، فهنا معناته هنا صاحب السمو له رؤى مستقبلية. ثم بدأ العمل بعون الله، بدأوا بنصب القبة الفلكية على الأرض ثم رفعت إلى الأعلى، وهكذا تم استكمال المشروع بمراحل. خلال المراحل دائما كان صاحب السمو يزورنا، وفي كل زيارة كان يعطينا توجيهاته ويعطينا الجديد ويعطينا الإضافة في هذا المشروع. ونستمر هذه زيارة أخرى لصاحب السمو، وهكذا حتى كان يتدخل في البناء، في الشكل، في الجمال، في كل شيء، والحمد لله. هذه الصورة كان فيها رائد الفضاء من ناسا الأمريكي، زارنا في أحد المؤتمرات، يستمر العمل وظهرت بالنتيجة بالشكل هذه. هذه إحدى زيارات صاحب السمو إلى لندن لجامعة لانشستر اللي هو المعرض الفلكي الفضائي، ولما شاف بعض الأمور الجديدة ضافها إلى المركز. هذا توقيع مع شركة توتينجر الألمانية للمعرض التعليمي التعلمي. هذه في إحدى المواقع لفحص فيلم دين القيمة اللي هي فكرة صاحب السمو ومتابعته لإنتاجه.
أيضا هناك زيارات أخرى لمشاهدة التجارب العلمية التعليمية، وكل فقرات المركز والمعرض والقبة الفلكية وهكذا. هذه آخر زيارة بالحقيقة الأسبوع الماضي. ثم المرصد، المرصد بدأنا به أيضا بفترة قياسية قصيرة، والآن هو جاهز. بعد قليل حنشاهد صور حقيقية لايف من خلال هالمرصد. وإذا دخلنا في القبة الفلكية كما أنتم شاهدتم عند دخولكم، المعرض التعليمي التعلمي، هذا المعرض التعليمي التعلمي بالحقيقة يتكون من 4 محطات. محطة تشير إلى الكون كيف شوهد بالعين المجردة، ثم الكون كيف شوهد بأول تلسكوب، تلسكوب غاليليو. المحطة الثالثة الكون كيف شوهد بالطيف، بأجهزة الطيف التي اكتشفت بالحرب العالمية الثانية. هذه صورة بين الخسوف والكسوف. المحطة الرابعة تشير إلى الكون كيف شوهد بتقنيات الفضاء الآن مع بعض التجارب البسيطة. هذه الصورة تبين معرض الكون في القرآن. في هذه الصورة بالحقيقة راح يكون أول معرض في العالم الإسلامي يشير إلى الآيات القرآنية كيف تصف الكون ومحتواه من الأجرام السماوية. هذه الصورة لما جربنا أجهزة كرة النجوم في اليابان، هذه من الكرات المشهورة بالحقيقة، فقط تصنعها ميجا ستار، والبروفيسور يوهارا موجود معانا الآن اللي هو يصنع هذه الكرة بيده بالحقيقة، يخليها بهاي الكرة اللي عندنا تعرض أكثر من 10 مليون نجم، أكثر من 10 مليون نجم بالشكل الذي نراه بالتلسكوبات. هذا التلسكوب بالحقيقة، هذه الصور اللي نستطيع أن نشاهدها. التلسكوب بالرغم من أنه صغير، لكن التكامل الإلكتروني التكنولوجي من أحدث الآن، اللي هو ما يسمى بالإنجليزي state of the art. هذه المرحلة تبين كيف تم نصب القبة الحافظة للمنظار، وكيف تم نصب التلسكوب. طبعا التلسكوب لأنه ثقيل لابد أن يضع على قاعدة تدخل بالأرض مسافة حتى تكون بعيدة عن أي تذبذبات أو اهتزازات من الأرض. ثم بدأنا بنصب التلسكوب. كما قلنا يتكون من تلسكوبين، واحد عاكس يستخدم البراية لرصد مختلف الأجرام السماوية، والثاني كاسر 20 سنتيمتر قطرة يرصد الشمس والقمر. وبإمكان هذا التلسكوب يوصل إلى 10 مليار سنة ضوئية، 10,000 مليون سنة ضوئية، يعني تقريبا إلى حافة الكون، بالرغم من أنه الموقع لا يسمح بسبب التلوث الضوئي والترابي وإلى آخره. لكن التقنية اللي فيه، هذه صورة حقيقية أخذت للقمر بالتلسكوب، هذه أيضا صورة حقيقية لأحد السدم. هذه السديم هو نجم ميت بالواقع، لما قبل ما يموت ينفجر يتحول. هذه صورة مجرة، هذه صورة السديم الحلقي اللي يبعد عننا حوالي 33,900 سنة ضوئية. هذه كلها صور حقيقية أخذت هالأيام. هذه صورة القمر تبين وضوح الفوهات النيزكية بشكل واضح. هذه صورة الشمس ونشاهد البقع الشمسية. فالحمد لله هذا التلسكوب من التقنيات، بالرغم من أنه صغير لكنه من التقنيات الحديثة. وإحنا راح نربط هذا المرصد أو التلسكوب بالشبكة العالمية المعروفة لرصد الأجرام السماوية اللي تسمح لها التلسكوبات الصغيرة بالرصد. هذه بانوراما للمشروع كله. أول ما بدأنا عملنا هاي البانوراما وضفنا لها هذه الكواكب الجديدة، يبين الحديقة الفلكية، يبين الكواكب ومدارات الكواكب. عندنا 9 مدارات، كل مدار إلى كوكب. هذه الحدائق تشير إلى مدار كل كوكب.